يقابل ذلك أيضا هناك يعني تراجع في تجهيز الطاقة الكهربائية من 20 ساعة إلى 12 ساعة وسط ارتفاع شديد بدرجات الحرارة هنا في مدينة الموصل. مركز محافظة نينوى والاعتماد يكون بالتأكيد على المولدات الأهلية التي أصبحت باهظة الثمن ولا يستطيع الكثير دفع بدلات الاشتراكات للأمبير الواحد الذي من المتوقع أن يصل إلى 15,000 دينار لسعر الأمبير الواحد لهذا الشهر. نعم عمر، يعني هل هنالك خطوات حكومية لزيادة كميات زيت الغاز المجهز إلى أصحاب المولدات؟ يعني وفق التصريحات الأخيرة لوزارة النفط التي ذكرت في إحدى تصاريحها بأنها أوعزت إلى الدوائر المختصة في عموم المحافظات بزيادة حصة المولدات من مادة زيت الغاز، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي بوادر حول هذا الموضوع ولم تتسلم المولدات، وفقا طبعا لأصحاب المولدات بأنهم لم يتسلموا ولو لتر واحد من المنتجات النفطية هنا في محافظة نينوى، الأمر الذي يدفع أصحاب المولدات لشرائه من السوق السوداء. طبعا هنالك ساحات مخصصة هنا في محافظة نينوى، هذه الساحات تبيع زيت الغاز أو ما يعرف بالغاز أويل إلى أصحاب المولدات وكذلك الشاحنات هنا في مدينة الموصل وعموم هذه المحافظة، وهذه الساحات طبعا مرخصة من قبل الحكومة المحلية التي يلجأ إليها أصحاب المولدات بشكل دوري. نعم عمر، يعني بحسب التسريبات أو المعلومات التي ربما حصلت عليها، هل من خطوات جدية لحكومة المحافظة المحلية بربما إنقاذ الوضع أو تحسين ما يمكن تحسينه من تجهيز للتيار الكهربائي؟ يعني هذا الأمر مستبعد وفقا لمختصين بسبب انخفاض كبير في مناسيب نهر دجلة، يضاف إليها أيضا قلة التدفقات أو قلة الدفعات المائية التي تصل من تركيا إلى العراق. محافظة نينوى تعتمد على سد الموصل في إنتاج الطاقة الكهربائية، هذا السد توقف عن تغذية المحافظة بسبب انخفاض مناسيب المياه هنا في بحيرة سد الموصل تحديدا، وبالتالي الأمر يعود إلى محافظة كركوك وصلاح الدين التي بدأت تغذي محافظة نينوى بالطاقة الكهربائية. حتى هذه اللحظة لا توجد أي حلول على أرض الواقع بانتظار يعني لربما هنالك سيكون تحسن في قادم الأيام وفقا لتصريحات المسؤولين.